في الحقيقة نحن في إدارة أمن عدن نولي اقتصار مهامنا، وجهودنا مركزة فيها في أن نحقق شيء لعدن في الجانب الأمني. لكن فيما يتعلق بالظروف اللي نعيشها، ظروف يعني بصراحة صعبة ومحدودة. أولا لأنه اتفاقية الرياض لم تنفذ، وتأخير إعلان الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض يعني شكل علينا عبء كثير، لأنه من ضمنها يعني تغيير مدير الأمن مع هذا الغاء، لكن أثر علينا في الجانب الآخر في موضوع الغذاء ومخصصات إدارة الأمن وأيضا المحروقات. هذا يعني نحن منذ سنة أولا الغذاء ما فيش، منذ 5 أشهر الرواتب لا الجنود لم يسلموا رواتبهم، منذ 4 أشهر مخصصات إدارة الأمن موقفة في البنك، منذ برضه 4 أشهر برضه المحروقات لم تكن متوفرة لدينا بسبب عدم وجود الوزارة.